السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح أشرح عن برنامج اللي هو برنامج اسمه برونو، تمام؟ هذا البرنامج لكل الناس اللي موجودين بألمانيا وحابين يحسبوا قديش بيطلع لهم راتب صافي بعد الضرائب بألمانيا. يعني واحد مثلا عم يشتغل أو واحدة عم تشتغل، تمام، وحابين مثلا يعرفوا انه قديش ممكن يلحقوا راتب صافي كل شهر بعد دفع الضرائب، تمام. فنحن هون بألمانيا كتير ناس بتشتغل شغل او شغلين، فبيحبوا يعرفوا انه قديش الضرائب اللي حيدفعوها وكيف بدهم يحسبوها، تمام. فانا هلا رح اشرح لكم بهذا الفيديو عن برنامج اسمه برونو. طبعا هذا البرنامج انا ما بعرفه ولا بعرف صاحبه ولا بعرف مين هو، يعني لا عم بعمل له دعاية ولا بعرفه ولا بيعرفني الزلمه، تمام. فبس مجرد اني عم بشرح عن الفيديو لحتى الناس تستفاد منه، تمام. قبل ما نبلش، الله يخليكم كل مين عم يشوف الفيديو وعم يتابعني جديد، لو سمحتوا اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. بالإضافة فوتوا لعندي على القناة وشوفوا محتوى القناة، عندي في كتير شغلات ان شاء الله ممكن تستفادوا منها، تمام. ما رح طول عليكم، يلا خلينا نبلش. هلا اول شيء لازم نعمله نحن انه بدنا ننزل البرنامج من سوق بلاي، تمام. شو راح نساوي هلا؟ راح نفتح على سوق بلاي. بعد ما نفتح على سوق بلاي نكتب على كلمه اللي مثل ما قلت لكم اسمها برونو، برنامج اسمه برونو. شايفين مثل ما طلعنا خيارات برونو، بكبس على اول واحد طلع لي البرنامج. شايفين هذا هو البرنامج برونو، بروتو نيتو غيشنين، تمام. هلا انا منزله عندي البرنامج، تمام. بعد ما تنزلوه انتم من هون وعلى 24 يطلع عندكم وين؟ هون بالقائمه تبع الجهاز، تمام. هي هو البرنامج عندي لكم برونو، تمام. راح افتح عليه هلا البرنامج، تمام. هلا بعد ما فتحنا البرنامج هون عم يقول لي اول شغله عندي موناتسكهالد، تمام، يعني الراتب الشهري. قديش الراتب الشهري؟ لنفترض مثلا نقول له الراتب الشهري 2000، تمام. هذا بروتو. بعدين بعطيه اوكي. هلا هون اخذ 2000 يورو، تمام. الشتويا كلاسي، قديش الشتويا كلاسي بتدفعها؟ 1 2 3 4 5 اللي هو 6، هن 6، تمام. انا شرحت فيديو عندي بالقناه، في فيديو شرحت عن موضوع الضرائب، كيف الواحد بيعرف شو هي الضريبه لازم يدفعها. راح احط لكم الرابط كمان عندي هلا بالوصف، امكانكم تفوتوا على الوصف وتشوفوا الفيديو اذا حابين تشوفونه، يلي هو كل مين حابب يعرف شو هي الضريبه لازم يدفعها من 1 ل6، تمام. مثلا انا بدفع رقم 1، وين مكان مثلا السكن، المدينه اللي عايشين فيها. مثلا انا بهامبورغ، تمام. في عنا كمان كيرشن شتويا اللي هو الضريبة تبع الكنيسة، في هون بيدفعوا ضرائب كمان للكنيسة، تمام. يلي عنده المسيحيين مثلا بيدفعوا ضرائب للكنيسة، فاللي بيدفع ضرائب بيحط على كلمة يا، تمام. يلي ما بيدفع ضرائب بيحط على كلمة ناين، تمام. فأنا ما بدفع بقول له ناين. عنا هي اللي تحتها بشيفت كونس ارتس اللي هي منخليها مثل ما هي ستاندر، تمام، منخليها مثل ما هي ستاندر. عندنا مثلا اذا كان الواحد مثلا عنده اولاد، اذا عنده اولاد بيحط يا، بيكبس عليه بيطلع يا. هون عم يقولوا له كندر فراي بتراج، تمام، انه قديش عدد الاطفال اللي موجودين عنده. اذا عنده اطفال بيكبس عليها بيحط قديش العمر، 5 شهور، سنه، سنه ونص، سنتين، اللي هو بيحط العمر كذا. ما عنده، تمام، يخليها على 9، تمام. طيب يلي بعدها في عنا تحت هي اللي كرانكن فيزيشن، يلي هو التأمين الصحي. إذا كان واحد عنده بريفات بيكبس كبسة عليها بيطلع لهم بريفات بي كافي، تمام. إذا كان الواحد اللي هو المعترف عليه هون بألمانيا كل الناس العادية، التأمين العادي اللي هو بيجي جزيتسليش، تمام، هذا بنخليه مثل ما هو على جزيتسليش، واللي عنده بريفات بيحط بريفات، تمام. طيب
هلا عم يقولوا لنا هون اللي تحت كراكن كاسي، اللي هو شو الشركة اللي انت عامل عندها تأمين؟ هون في اكتر من شركة، في اوكا، في كتير شركات، تمام؟ فانا مثلا بالاوكا بفوت عليها، بيقولوا لي الاوكا وين؟ لانه في عنا ببريمن، في عنا بهسن، بنيدرزاكسن، في كتير من اماكن، تمام؟ فانا مثلا بالنورد فيست، بقول له بالنورد فيست، تمام؟ اعطاني هي قديش الضرايب. هون عم يقول لك قلت الالس تغاين 15 شهر، انه عمرك من فوق ال 23 سنه، اذا العمر فوق 23 سنه بتخليها يا، اذا ناين اصغر بتحط يا، تمام؟ هاي عنا هون تسايت غاوم بغو مونات، انه هون عم يقول لك انه بتحب احسب لك قديش بيطلع لك بالشهر صافي، ولا بتحب احسب لك بالسنه. اذا بدنا بالشهر نخلي برو مونات، اذا بدنا بالسنه نكبس عليها كبسه، بيطلع لنا هون برو يا، تمام؟ بالسنه، تمام؟ نحن هنخليها شهريه. هون عم يقول لك لاي سنه انت عم تحسب، نحن هون 2021، تمام؟ اخر شيء بنرجع بنطلع لفوق هيك. هلا حطينا كل المعلومات اللي هي لازم نحطها. هون شوفوا شو اعطاني، فوق مكتوب بروتو برو مونات 2000 يورو، اي انه بروتو، تمام؟ بدون دفع ضرائب لسه. تحت كاتب لي اب جابن، اللي هو قديش انا بدفع، ان كان ضريبه، ان كان ضرائب، وان كان اللهم صل على سيدنا محمد، كرانكن فيرزيشرونغ والغين فيرزيشرونغ، في كثير شغلات. فهو حسبهم كلياتهم، حط لي هون انه انا بدفع 568 يورو شهريا. اعطاني تحت هون اخر شيء نيتو مثل ما كنتم شايفين الصافي 1432، تمام؟ تمام. طب يا محمد، نحن حابين نعرف انه بالتفصيل انه احنا شو عم ندفع، لمين عم ندفع هذول المبلغ هذا اللي هو 568. نكبس على هي الكبسه الخضراء، شايفينه السهم بينزلنا هيك، بيفتح لنا هون. هلا هون عم يقلنا لون شتويا، تمام؟ ضريبه الراتب اللي هي 163 يورو و50 سنت، تمام؟ عندنا اللي تحتها زولي تسوشلاك صفر، كيرشي حكينا ما عنا صفر، غينتن فنزيشاغونغ اللي هو التأمين التقاعد، راتب تقاعدي 186 عم ندفع كل شهر. في عنا الأبايت لوزن فنزيشاغونغ، تمام؟ هي عنا كمان هون عم ندفع 24 يورو. عنا تحت الكرانكن فنزيشاغونغ للتأمين الطبي 159 يورو كل شهر، وعنا اللي هي فليج فيزيشاغونغ، تمام؟ اللي هي 35 يورو. هلا هدول مفصلين اياهم تفصيل انه قديش نحن عم ندفع كل شهر، تمام؟ طيب في شغله رح اورجيكم اياها. هلا شوفوا قديش هون الرقم، انا عندي هون محطوط هون بروتو برو مونات 2000 يورو، تمام؟ انا مثلا حابب اني مثلا حابب اني انا يجيني بالشهر 2000 يورو نيتو، فانا بدي اعرف انه انا اذا بدي يجيني راتب بالشهر 2000 يورو نيتو، قديش لازم انا اطلب راتب من صاحب الشغل لحتى يجيني انا نيتو 2000 يورو؟ ننزل لتحت اخر شيء ليكا، في عنا هون شيء اسمه فونش نيتو، تمام؟ هون عم يقول لك انه شو انت حابب تحط الراتب اللي يجيك نيتو بالشهر، حط الراتب نكبس عليها. مثلا انا مثل ما حكينا بدي 2000 يورو بالشهر نيتو يجيني صافي لجيبتي بدون بعد دفع الضرائب 2000 يورو، بحط مثلا 2000 يورو بعطيها بعدين منه اوكي، تمام؟ شوفوا شو اعطاني فوق، اعطاني بروتو برو مونات 2999.80 سنت، يعني انا لازم اطلب من صاحب الشغل انه انا بدي اياك تعطيني راتب بروتو 2999.80 سنت، يعني 3000، تمام؟ هون عم يقول لك الاب جابن بيروح منهم 1000 يورو تقريبا 999.80 سنت. تحت كاتبين لك نيتو يصفى لك 2000 يورو، تمام؟ هي انت حطيت انه بدك 2000، فاقول لك لازم يكون راتبك بروتو 3000، تمام؟ فهذا هو الموضوع تبعنا لليوم. ان شاء الله اكون شرحت لكم بطريقه تستفادوا منها وتكونوا استفدتوا منها من هذا البرنامج اللي شرحنا عنه هلا. بتشكركم لحسن المتابعه، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.